لي الفلوس راه كيقول لك بالحبس. فهمتي انا بحال زلافه داري بها جماعه القرويه رحم الله انت عندك كاس العالم 2030 دابا كاع الله كاينه واحد الوضعيه كارثيه في المدينه. اذا عطينا وعود محليه ما نقولهمش غدا نشرب لكم الضو راه انا كنكذب على هاد الناس. شوف ملي كتشوف عدد البرلماني اللي كاين في هاد المدينه راه كنضرهم بزاف، راه اكثر من 10 البرلمانيين اللي كاينين، كاين صوت ولا جوج هما اللي كاين البرلمان واللي كيدافعوا على الجهه كامله، صوت اضافي كفاءه اضافيه راه كان معارضه ديال الحركه الشعبيه في مجلس البرلمان، ما فيها باس تزاد واحد الاضافه ونساهموا حتى احنا بطرفنا وتكون واحد الصوت ديال هاد المدينه اضافي كيدافع على المدينه وكيترافع على القضيه ديال المدينه. لا ما نفرقوا زيت، نعم. ما كنفرقوا قفف، ما كنفرقوا حتى شي حاجه، كنفرقوا على المواقف ديالنا الصحيحه وكنتمنوا ان الناس يعرفوا هذا الشيء واللي خصهم يعرفوا الناس بان هذه المرحله شحال مازال لك في البرلمان؟ مازال لك عامين. نعم ما بقاش بزاف. الحبل ديال الوعود راه قصير نفاس، راه احسن المدن جات في الوسط، راه عندك خط مباشر مع دابا البور ديال الناظور، نعم. هي تولد كتصاوب دابا بين كرسيف والناظور فاس، راه ما بقى الناظور جوج سوايع تكون في الناظور البور. نعم. عندك ديال طنجه، عندك الايروبور ديال فاس سايس، عندك مباشره مع فاس ومكناس والرباط، الحاجيه ديال فاس معروفه، مستوى الاستثمار، مستوى البنيه التحتيه، بزاف الحوايج خص اللي يترافع عليها، البطاله مشكل كبير على المستوى الوطني، كاين حلول خصها تكون استعجاليه، نعم. كما يسمى في الاقتصاد غير خارج اطار النمو، راه ما نحتاجش حتى ندير الصناعه يكون عندي نمو وعاد ندير التشغيل، هذا اطار النمو، عندنا خصائص، إذا مشيت تشوف قطاع التعليم عندنا فيه خصائص، قطاع الصحة عندنا فيه خصائص، يعني هاد الأمور الاجتماعية ما فيها خصائص مهول، خصني نشغل الناس في هاد القطاعات العمومية والاجتماعية، من غنشغل هاد القطور راه الناس يكون عندها دخل، يكونوا استهلاك، اللي غيشري دار، اللي عاود يتزوج، اللي بزاف الأمور، يعني هذا لومبوش فور، يعني غتكون واحد، ماشي نديرو لامبيسوريس، في نفس الوقت خصنا تكون صناعة اللي عندها لافالور أجوتي، اللي هي كتضمن الاستثمارات ديال البلاد اللي كتصبر تشغل، السياحة راه تشغل الناس، القطاع السياحي شغل داك الشيء انورم، الارتيزان عندنا بور سيكل يكون عندنا حنا في راس الماء، عندنا ديال عشق، نعطيك السيكتور انفورميل، راه يمكن لك دير اسواق نموذجيه مخيره، السياحه عندنا معالم تاريخيه في فاس، راه المدينه القديمه خسرها مدينه بين كل المعايير ديالها، من العار نجي داخل المدخل الجنوبي الغربي ديال لوتوروت، نعم، وتجي لايروبور ديال سايس، ولا الطيف ديك الحاله اللي راه عليها، راه من العار وانت عندك كاس العالم 2030. ناس عندهم 4 ميطاج ما عندهمش الضوء، ناس ما عندهمش فيكو، راه محسوبه على فاس، تقدر تقول فاس ولا الطيور على فاس، فيه الترابيه الجماعه، راه من العار تبقى هذه الوضعيه لحالها، راه خاص يترافعوا على المنطقه، راه تحروا واحد الممارسات كانت كتمارس ديك المنطقه، على الاقل جا الوقت تكون تما مدينه، هذيك خاصها تكون مقاطعه تابعه لفاس، عين البيضاء خاصها تكون مقاطعه تابعه لفاس، سيدي حرازم خاصها تكون مقاطعه تابعه لفاس، مجال قروي نهائيا تكون، راه من العار في 2024 مازال عندنا الناس ساكنين ديك الطرق، راه عندنا احصائيات. شوف غير ستاتيستيك ديال 2014 ديال الاحصاء راه داكشي كاتاستروفيك، راه الناس مازال ما كيضويوش، راه كاينه بنيه تحتيه خطيره، وهذا من دور هذاك البرلماني اللي كاين دابا يترافعوا، يمكن لك تحط اسئله في البرلمان، يمكن لك ترافع لان راه كاينه بنيه، الناس راهم ضروريين في المنطقه، اكزومبل الطيب عين البيضاء سيدي حرازم، راه كنقول انا نقول ناكدها، ولا الطيب راه حشومه تدخل دابا فاس كي دايره بحال زلافه، دايرين بها جماعات قرويه، راه ولا تخصيصات القرويه دخلت للمدينه، ملي كنشوف ولا الطيب كنشوف مدينه في عروبيه. شكون تما واضح نعم. ما فيهاش حتى ثانويه للاسف الشديد فاش تصبر راه ولات مدينه هذيك نعم. ومدخل اساسي لفاس انا قدام هذا الشيء كاين لامو كاين تغطيه صحيه وراه تشجعوا القطاع الخاص يكون عندهم كلينيكات وباش يكون عندهم اثمنه مناسبه في المنطقه يمكن لك توجد وعاء قريب وتشجع على الناس راه مثلا سينيس عندها لي بولي كلينيك نعم اكزوم يمكن لك تشجع على الناس ما يديروا الاستثمارات ديالهم في الصحه راه ماشي غير في البنيه في الصحه تكون يكون في التعليم هادشي كان خصو يكون راه كاين سهله لا ميم شوز يكون في سيدي حرازه يكون في عين البيضاء فاس عند الامكانيات كنقولها اقتصادي لا صناعي ولا تقليدي ولا سياحي اللي ما عندهاش شي مدينه صغير فك العزله على هذه المناطق وتكون بنيه سياحيه بنيه اقتصاديه وخاصها تكون عندها خاصيه ديالها افران عندها خاصيه ديالها والعقوب عنده خاصيه خصنا نستغلوا هذه الخصائص اللي عنده شي خاصيه نطورها اللي عنده صناعه تقليديه سياحه اللي عنده الجلد اللي عنده بورسيك اللي عنده اقتصاد راه ملي كنت في 95 كانوا الشركات الفيلاتير والتكستير راه كانوا انورم فين مشاو راه الكلاسيه الثانيه راه الدكارات كانت عامره في الشركات راه ملي كانت كوطيف كانت شركات عامره سيدي ابراهيم كانت كلها شركات كانوا الناس كينتظروا مدن اخرى لان اللي ما كانش بنيه العقاريه اللي يمكن لها تطور انا ما بقيناش راه كانت كلاسه 14 ولا 13 وفي اعتبار ان فاس هي ثاني مدينه بعد السكان وراه تكريات واحد الكوفوتي انورم لان نعطيك نموذج راه غير الاحصائيات 2014 الار سي بي كتقول تقريبا كاين 26% سناكس ساكنين في بيوت بيت واحد راه خطير يعني ملي كتقول الكرامه الانسان شنو هي؟ راه هي الصحه والسكن والتعليم نعم وراه مدينه كبيره راه يمكن لك ترافع على الناس خصك تقول
ويقول لك عبد الله راه كاينه واحد الوضعيه كارثيه في المدينه، خصوني الضلال ولا التعايش مع الازمه ولا روتيني. الحلول راه كاين مثلا كاين مدن مجاوره ذكيه، الا كانت غير سيدي حراز مقاده مزيان ومصاوبه مزيان، كانت ولا طيب بنيه مزيان ومقاده مزيان، راه غادي يمشيو يسكنوا. راه التجربه القديمه كانت عندنا، راه الليدو ما بقاش فيه سكن غير لائق. نعم. راه تحيدت الليدو تبناو فيها دابا اقامات. صرا كاين امكانيات، خص غير يعرف يترافع على الناس. عطيني شي سؤال واحد في البرلمان على وضعيه السكن في المدينه، ما كاينش. والكرامه الاولى للانسان راه هما هادو. الا ما كانش ساكن مزيان واكل مزيان وشارب مزيان وساكن وناعس مزيان وكاين الطبيب على الاقل المينيموم بوسيبل، راه بقات حتى كرامه الانسان. الانسان كيولي معصب غير مع راسه، لان الله يحسن العوان. كنقول لك راه نتائج كارثيه. مدينه كبيره عندنا واحد لونجو قداش في العالم، راه وجهنا هنا. كنهضروا على فاس، راه كنهضروا مدينه تاريخيه، ما ساهلاش. كنهضروا عندك كاس العالم، عندك كاس افريقيا، عندك ناس غيجيو عندك، عندك السياح كيدخلوا لفاس. راه ولا طيب تبع لفاس، راه ماشي عروبيه مفهوم زعما المنطقه القرويه، راه تاع لفاس. راه التنقل ساهل على مستوى خاص. نعم. ولكن الحشومه كنقول لك راه ماشي ما كاينش ثانويه. والدراري راه البنات ساكن كيهبطوا حتى للرومبوا باش كيكون يعني كيكون شويه الهضره المدرسي وفرقه عجيبه تسمى في الطيب. عندك انت ولا الطيب، عندك الفيلا تحداهم، عندك حي جامعيهم، عندك لي كونت سيرفاس حداهم. راه ملي كتشوف هذاك راه مدينه ولكن كتدخل لداخل راه داكشي ما داكشي راه غريب. وعندك مطار في الحدود وعندك الدول فوا ديال ايموزان، راه منطقه تكون سياحيه من النوع الممتاز، ولكن للاسف الشديد وراه فيها 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 ما يسمى المعامل الصناعيه الداخل، داكشي راه كان كبير وقديم. راه كاين صناعه تما، راه كاين كون صناعه يكون زون اندستريال تما قاده في الطيب. راه تكون مدينه بمعنى الكلمه، وعلى الاقل على الاقل تكون مقاطعه تابعة لفاس. راسهم خصو شي يبقى. حنا كنخدموا على الهاجس الانتخابي وعدد المصوتين والتقطيع الانتخابي، راه غنبقاو في هذه الوضعيه. نعم. راه لابد ان هادشي خصو يتبدل. لابد ان خصو يتبدل، راه ما يمكنش نبقاو بالوضعيه، لابد ان وهادشي خصو القانونيه، كاينه كاينه مصادر قانونيه، كاين ترافعات قانونيه وشرعيه، راه بزاف امور تدار، مصلحه المدينه محتاجين نجيبوا الفلوس. نعم. نجيبوا الاختصاص. يكون عندها اختصاص راه يمكن يدير بزاف الحوايج. ربحنا ولا ما ربحناش؟ نعم. نجحت انا مرحبا غنرفع عليها، ما نجحتش راه غندافع عليها كفريق برلماني في البرلمان. هذا خصائص تاريخيه ما عندها حتى شي مدينه. عندنا مدينه قديمه كبيره، عندنا سياحات كما قلت قبيله، سياحات المدينه، سياحه ثقافيه، سياحه دينيه، سياحه استشفائيه، سياحه بزاف خصها تندم. كاين عندنا امكانيات، راه ماشي شي مدينه اللي جات البارح. نعم. خص التسويق، خص الناس ما يكونش عندهم صراع بيناتهم، اذا الناس ديال القطاع. شكون واضحين. سكون كندافعوا على المدينه مجموعي. انا قلت قبيله الاندستري دو سبور راه سياحه. كان الاندستري ما كنقولوا السياحه الاستشفائيه راه الاندستري، راه عندنا ولا يعقوب حدانا. راه عندنا عين الله حدانا. راه كاين سيدي حراز حدانا. ملي درت بنيه سياحيه سيدي حراز كان واحد الطبقه راه جات سيدي حراز. نعم. ولا فكيت الطرقات وبنيه سياحيه مولاي يعقوب راه كاين واحد الطبقه غتجي مولاي يعقوب. عين الله. نمشي لإفانة وجيت بات هنا مثلا، نمشي لموزر وجيت بات هنايا. نعم. دير سياحة جبلية في داك الشيء راه في الصيف يمكن لك تعوم في منطقة فاس، ما تحتاجش تمشي للبحر، راه كاين منطقة ولات كاين تما ضايع داك الشيء راه إنور. خص كلشي يفكر بأن فاس راه خصها هادشي، راه كلشي خصو يفكر بأن فاس خصها هادشي، وجا الوقت بأن فاس تعطى لها الإعتبار ديالها على المستوى الوطني. راه ماشي الدور ديالي أنا، الدور ديالنا كاملين. كاين عمل كيندار باش ما نكونش غير، كاين عمل كيديروا في المستوى الجهه ولا مستوى كلشي كيندار، ولكن كان خصو يكون اسرع. ما درتش انت فاس ولا اخر فاس، شكون فاس شكون يدير لها؟ حنا كمثلا كنجيبوا دي فرانشيز ولا نجيبوا شي ولا تناقش تجيب شي حاجه اخرى على المدينه ولا انا جاو عندي ديك ليون كان جاو عندنا من الانجليز بغاو يديروا التكستيل في هادشي، خرج معاهم فاس راه هي الاولى. راه يمكن لك تمشي تقلب عليهم مثلا في التكستيل في السياحه. نعم. راه يمكن راه غير شوف راه غير اللي بغى يدق البيبان راه كان يجيب اي حاجه لهذا الوطن. المدينه قاده بكلشي، عندها ناسها، عندها شبابها، عندها الشباب ديالها، عندها بنيه سياحيه. كنت قبيله نعاود ناكدها، انا غير فاش صدفه هذيك القصبه مولاي حسن راه خصها تكون بعلامه تاريخيه ويديروا فيها هي ورزات كدير فيها السينما. ما الفرق بين هذين؟ الدور الاساسي لسطر هذا الدستور ديال الاحزاب هي يكون عندها تكوين. نعم. وانفتاح الاطر. الا ما كانش عندك هذا التوجه راه كتبقى تعيش في نفس الوضعيه. انا قلتها في الانتخابات اللي دازت، اللي بغا يدير السياسه باش يدير الفلوس راه كيقلب على الحبس. شكون واضحين؟ الا غدير سياسه باش تدافع على الاقل شي اللي كتفكر به على مستوى البلاد كامل، راه الوطن اولا. شكون واضحين؟ الا ما كانش عندك هذه الاراده وجاي اهداف خاصه وشخصيه وغتحط زبابه الفلوس باش ترشح البرلمان، تبقى تقلب شي على البلاد. نعم. كونوا واضحين، راه ما باين الاحزاب رخصها نفتح على هادشي، راه الدور الاساسي راه هما الاحزاب. شكون كيعطي التزكيات؟ راه الاحزاب.
دستوريا راه ما يمكنش تجي الدوله تقول كذا ما يترشحش، لا دستور كل واحد غادي يروح يترشح، ولكن الدور ديال هاد الاحزاب انها تفلتري لهاد المؤمن اللي غايجيو راه خاصها تكون انسيفي عند كل واحد، صوف الا كان عندك الهاجس الانتخابي خصك عدد المقاعد ماشي شغل كيفاش جابها، لا لكن في هاد المنطقه جيب لي غير عدد المقاعد غنبقاو في نفس الطبيعيه، وراه غتكرر هاد الاعتقالات ويتكرر هاد الفساد ويتكرر هادشي اللي ما صفيناش الامور ديالنا الداخليه كاحزاب هي الاولى. والدوره الدور ديالها راه واضح، ما جاش دار الناس دور من عدوانا للاسف الشديد، الا دخلت كامل داس راه كان في واحد العزوف. نعم اللي كنخاف منه اكثر ماشي هو العزوف ديال التصويت، هو العزوف على الممارسه السياسيه. الا كنا نشوفوا نفس الاشكال نفس الممارسات راه مابقاوش الناس اللي كاين يترشحوا ماشي يصوتوا، دابا مابقاوش نرغبوا الناس يصوتوا ونوليو نرغبوا الناس يترشحوا لسميه الاحزاب. نعم هذا راه اخطر ما يمكن يكون، وراه جا بعد درتوا على لاسينيسمو كنسميها هنايا ديال الوضعيه السياسيه في البلاد، راه الا ما جيناش وجبنا الناس وكان وجوه جديده ماشي غير وجوه جديده، وجوه جديده كل شيء بكفاءتها بنزاهتها بكل شيء برسامها سياسي، ولكن نفس الممارسات السياسيه راه غنبقاو نفس الوضعيه، راه خص ضروري القطع مع هذا الشيء. والمواطن راه كيشوف راه التجارب السياسيه في تاريخ المغرب راه بدات كامله. نعم راه بعد الاستقلال مرحله التحرير والمرحله كان صراع ايديولوجي دزناه، كانت مرحله الانقلابات ودزنا منها، جات مرحله التوافق دزنا منه، جات مرحله ديال الاحداث ديال جدك ما يسمى بالحراك الشعبي بين قوسين اللي وقع في ديك المره ما يسمى بالرضا العربي العربي والنتائج ديالو الوخيمه، دوزنا ناس اخرين داروا تجربه سياسيه. نعم. جاوا هاد التجربه السياسيه التاليه راه سالينا كل شيء، راه ضروري من الرجوع للمعقول، شنو هو المعقول؟ هو الكفاءه والنزاهه، وخصو هو اللي خصو يكون، والمواطن راه كيشوف شنو وقع في البلاد.